في كتير أمور حصلت على مر التاريخ، لو رجعنا 10 سنين أو مئات السنين، في مثل هذا اليوم اللي كتير منا بيعتبروه يوم عادي، حصلت أمور منها جيدة ومنها سيئة، رح نحكي بأبرزها. في مثل هذا اليوم من عام 1999 قام كولين بريسكوك وأندي إلسونك بتحطيم الرقم القياسي للتحليق بالمنطاد، فاستمر تحليقهم لمدة 233 ساعة و55 دقيقة في محاولة لهم للدوران حول الأرض. طبعاً الرحلة انطلقت من سويسرا وكان مجموعها بالأيام هم 9 أيام 17 ساعة و55 دقيقة وكانت نهايتها في بورما. أيضاً في مثل هذا اليوم عام 1872 تم تعيين شارلوت ري كأول محامية من أصول أفريقية في العالم، وذلك بعد تخرجها من جامعة هارفارد.